ذكروا أن ابن حزم الظاهري المشهور رحمه الله كان سبب طلبه للعلم أنه دخل ذات يوم المسجد في غير وقت النهي فجلس ولم يصلي تحية المسجد، فقال له من في المسجد: قم فصلي ركعتين. فقام فصلى ركعتين، ثم دخل مرة أخرى بعد العصر فصلى ركعتين، فنهاه أهل المسجد وقالوا: لا تصلي ركعتين، هذا وقت نهي. فقال: سبحان الله، إن جلست قلت قم فصل، قم فصل، وإن صليت قلت لا تصلي. إذن فأنا في ضرورة إلى العلم. فمن هنا بدأ يطلب العلم، ومنزلته في العلم معروفة لأكثر الحاضرين. وإن